اخيرا اشتعلت. يو شباب، اخباركم اهوالكم اليوم؟ واخيرا البيت الثاني اللي لعبت سكواد باسترز بتنزل، وهالمره مع اضافات احلى وفي ابطال اكثر وفي مليون شيء جديد. صراحه انا متحمس هبتين، وللاسف لعبت هاي اللعبه بس عشان يكون هذا الفيديو بشكل حلو ويكون عند اغلب الابطال موجودين، بس ما يكون فيديو ممل ببطل واحد. فتقريبا بهذا الفيديو حنحاول اجمع لكم اغلب الاشياء الجديده بلعبة سكواد باسترز، ونلعب لنا كم جيم لاوريكم كيف النظام صار احلى وكيف صار في اضافات تسلي اكثر. لا تنسى لايك وتشترك بالقناة، وخلينا نبدا على طول. بداية شباب، انا لفلت الليفل 17 للاسف لعبي الماضي لو تتذكروا اول نسخة بيتا ويوم عطوها لصانعين المحتوى بس اللي كانوا موجودين بكندا يمكن، وقت دول بس اللي بيقدروا يلعبوا هاي اللعبة، فوقتها لفلت ليفل كويس وصلت تقريبا بالباس ال 50، تخيلوا كل ذا مشيت وكل ذا لعبت لحالي، ولكن زي ما قلت لكم اي شيء حيترست، وحتى اللعب اللي عم بلعبه هلا حيترست لو هاي اللعبة وصلت للجلوبال زي ما صار بلعبة براول ستارز. ولكن الشيء الحلو انه ضافوا باس جديد او طريق جديد، انا ما هذيك المرة وصلت ليفل 50 وحالي وخلاص ختمت الباس تقريبا ما صار في جديد، ولكن المرة صار في انه باس خاص بلعبة كلاش رويال، فهي شخصية ما ادري وهي من كلاش رويال اصلا بس اسمها المبادل او هذا التاجر شي زي هيك، في شخصيات ثانية موجودة بهذا الباس، في شخصية يمكن من هايدي على ما اعتقد، ولكن اسمه رويال وورد وما في غير يمكن شخصيتين لكلاش رويال. على كل حال الباس الجديد كمان فيه اضافات جديدة، فيه كمان اشياء جديدة تفيدك انت كلاعب، انه 40,000 جولد، 40,000 جولد حفيت تتحرر فيها الاقصى، ففي مليون شي بالباس كباس. هي طبعا انا اخذت جوائز كويسه ووصلت لباس براو ستارز لحد الان، مع انه كمان في شخصيات ثانيه غير براو ستارز، ولكن يعني وصلنا لمكان كويس. بخصوص الشوب، الشوب ما تغير فيه شيء، نفسه ونفس الطريقه، ما صار فيه اي اكشن، مجرد انك جوائز تشتري فيها تلفيل الابطال، التكس تشتري فيها سكنات، واللي عندنا هون الشحن، ولكن زي ما بتعرفوا الشحن الحين ما متواجد باللعبه، يعني شوفوا اذا بدي اشتري مثلا هذا الباس $7 ما اقدر اشتري، مش طبيعي ما تقدر تشتري. في اضافه حبيتها حبتين، ولو زي ما بتشوفوا الماب يا شباب، هذيك المره يوم كنت بحكي لكم عن اللعبه كان الماب كله كامل، هلا عشان تخلي مابك كامل او قريتك كامله لازم تجيب فاس تمام، وهذا الفاس يجي فيه شخصيات. انا مثلا لحد الان ما جبت غير تبع الملك هون تبع الشخصيه الرئيسيه البربري عفوا، لانه هني غصبوني اللي انا ما بجيبه، ابي اجمع حق اجيب اما سبايك او اما اجيب دل تبع الكوين، يمكن هذا انه زي الاكسير او الات الاكسير الموجودين بكلاش اوف كلان، انه مثلا مكان تستجمع منه اكسير ومكان تجمع منه جولد، اقدر اشتري تبع الاكسير ولكن ابي اجمع تبع الجولد، لان الجولد بفيدني اكثر، خاصه انه سعره اغلى فابي اجيب الاغلى. وفي مباني ثانيه كمان يا شباب، ويحلوا موضوع انه هي الفاسات او هي الاشياء عشان تجيبهم كله بس انك لازم تلعب، تجيبهم بالماب بشكل طبيعي على حسب حظك تقريبا، اما بيطلع لك شجره او بيطلع لك متخباي. بخصوص المهمات، حبيت انه هالمره اعطونا الويتش، انا اخذته طبعا، اعطونا الويتش بانه بس لازم اعمل مهمات معينه، في مهمات زياده انه زي بيطلع لي 10,000 جولد او 6 مهام، وكمان بكره حيكون عندي مهام لاجيب شخصيه نيتا، اليوم الرابع حيكون عندنا اكسير، اليوم الخامس حيكون جواهر، اليوم السادس تيكتس، واليوم السابع الملك تبع كلاش رويال، فكتير كتير مهتمين بشغله انه المهمات بيدك يكون لها فائدة كتير كبيرة لحسابك. فاليوم السابع قاعد ممكن ابسكم اياه، وممكن نزلنا فيديو جديد مع شخصية كلاش رويال، حاب اجربها كتير. خاصة شخصية كلاش رويال هي بلعبة كلاش رويال كان مجرد ملك، فكيف حيخلوه الجيم بلاي تبعها؟ فانا كتير متحمس اجرب هيك شيء. الشخصيات للحين انا فتحت تقريبا عندنا 6-8 شخصيات وعندنا 10 شخصيات لحد الان، طبعا فتحت الراير ما كنت ابي افتح البي، ولكن اجتني مهمة زبالي انه لازم استخدم 5 شخصيات راير ما اقدر ابدلها، فاضطريت اني اشتري شخصية نادرة، الا انا كنت ابي اجمع الماكس او اجمع الهيلر، الهيلر كان كتير مفيد. طبعا زي ما بتشوفوا هون عشان افتح الشخصيات الثانية واللي هو السيزون تبع الرويال، مورتيس، تبي شخصية هايدي بام، بس لوصل للسيزون الرويال، انا لحد الان لساتي ببداية براول، ما ادري الصراحة لو حلفل، لانه الليفل نوعا ما صعب، يعني لفلت ليفل 17 بعد ليفل 9 ساعات تقريبا، ف المشكلة اللعبة حينحذف، لو اللعبة ما حينحذف ممكن الفل اوصل، بس شكلها حشد عشان اعمل شوية محتوى زيادة عن اللعبة، مع انه عجبتكم اللعبة، فاكتبوا لي رايكم بالتعليقات، هل تبوني اشد واوصل ليفل كتير عشان نجرب اغلب الشخصيات الموجودة باللعبة، او انه نسحب عليها وخلاص؟ اللي انا متحمس صراحة، كتير مستانس باللعب، حوريكم الجيم بلاي بعد شوي، خلينا نخلص بالاشياء الاساسية. الرانكد زي ما هي، الرانكد للحين ما صنفوها وما عملوها، بخصوص الفريندز بس ضفوا الزر هون، ولكن لسه ما تقدر تلعب مع فريندز، ومن طبيعي هذا الشيء انه نسيتها بيتا. الملف الشخصي ما صار فيه تغيرات، صار بس مجرد انك انت تكون اكثر شخصيه بتستخدمها من كل ندره، وهذا اوريدي موجود من قبل، عندك هون اسمك هون، فوضعنا حلو من بخصوص الملف الشخصي والاحصائيات الموجوده، كثير كثير حبيت الاحصائيات، كيف يحسبوا لك شو اكثر بطل استخدمته من كل ندره. ما ادري ليش ضافوا باللغات بس انجليزي واسبانيول او اللغه الاسبانيه، يعني سابوا كل اللغات، اوكي الانجليزي شيء طبيعي بس ايش ضافوا الاسبانيه؟ يمكن عشان مطورين الشركه، وخاصه انه هي اللعبه هلا تقدر تلعبها لو كنت باسبانيا او لو فتحت الشيء اسمه على اسبانيا. في هذا الشاب ما فهمت للحين شو هو، كان بالبدايه ما عنده ولا واحد، بنسى عندي هاد ولا عندي هاد، بس اعتقد انه هو على حسب الباس، يعني ممكن بس اوصل للرويال، لو اوصل للرويال باس هينفتح عندي الهيكل العظمي ويصير جنبهم،
بضل في اثنين زياده، فهذا الشيء بيعني انه في عندنا خمس باسات وخمس طرق. فاوكي حبيت الاكشن عم يصير هون. خلينا نوقف يا شباب، خلينا ندوس في اول جيم لنا. شخصياتي كويسه، شخصياتي للحين كويسه. في مودات للحين ما جربتهم، المودات الماضي كثير رهيبه. في مود بخليك انك انت يصير عندك كل شخصيه تاخذها بس دبل شخصيه. رويال هانت هذا السلاح ما جربته، زي ما قلت لكم توني داخل الباس تبع البراوسرز. قلنا في شخصيات غريبه هون، تبغى الكلاش رويال هذا الشخصيه بتختفي. ثواني شوي، ولا اذا بيفشخني لازم يلعبه بطريقه معينه بحيث اول ما يضربني يرجع لورا. اعطيت اوكي وصل معي. هوضي لو كده الوضع قدام. هذا بيشقني يا شباب، هذا بيشقني، هذا بيشقني، هذا بيشقني. بو بو بسرعه، بو بو هيلب. بيطلع من دهب او بيطلع من جوال. تعال ون شوت ون شوت ون شوت ون شوت ون شوت. لا ام عاد صاحبي هون، صاحبي هون، ساعدني يا طيب، ساعدني يا طيب. اوكي هذا بس بيروح على العالم الثانيين. صار لنا اثنين منه يا شباب، احس وناسه. وفي شغله جديده يا شباب باللعبه، غير انه المدفع، هذا المدفع شيء جديد كمان. كان قبل انه يكون المدفع من الباب نفسه المره، انت بدك تحط هذا المدفع. صار في شغله حلوه انه انت لو جمعت ثلاث شخصيات من نفس النوع شخصيتك بتكبر. راح احاول اجمع لكم اياهم. شري 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 شري، نايس كيل، حلوين. معنا 10 ذهب ومعنا كمان صندوق ببلاش. راح احاول اجمع لكم ثلاث شخصيات لاوريكم الشيء اللي عم بقصده. باقينا بي وحده. اوكي ثواني شوف شوف الحين صار عندنا ثلاثه بي. فاللي صار انه صافي ثلاث شخصيات او صافي بي كبيره. طبعا الشيء الحلو الموضوع انه زي ما بتعرفوا بهي اللعبه عشان انت صناديقك تضل بسعر اقل لازم يكون عندك شخصيات كثير، فانت بتدمجهم كانك شلت شخصيتين من عندك. فشيء كثير حلو، كثير حبيت التطوير. وغير هيك القوه اللي بدها تصير احسن، ذا قوي بزياده يا شباب، مع انه مود بس قوي. اوه فريكل، اوه اخذت فريكل، حرفيا اخذت الكل بس بتبوت بي. حلوين. لو تعالي بربري، نايس. صار عندنا بربره كبير وصار عندنا بي كبيره. طبعا السرعه صارت احسن بكثير، السرعه صارت مو انك بس تكبس وخلاص، لا لازم تضل كابس. شوفوا لو كبس هيك حتجي شوي وتروح، شوفوا. بينما هلا صار لازم تضل كابس فصارت احسن بكثير. صار عندنا دجاجتين، ما اعتقد هذا الشيء حينفعنا كثير. لو يعطوني شخصيات قتاليه زي بريمو او زي باقي الشباب فحكون ممتن اكثر الصراحه. وهالمره يا شباب لانه في عالم اكثر وخلى دول اكثر تلعب، وهلا صار في حتى انتم بتقدروا تلعبونا لو نزلتوا شو اسمه، فصار الوضع اسهل. اني ما العب ضد بوتات، كان قبل ممل حبتين انك تواجه نفس البوتات نفس العالم، بينما هلا صار الوضع اسهل بالنسبه لكم او بالنسبه لي كمان، انه كان الوضع ملل انك تلعب بس مع بوتات. حاول شيء شباب، يا شباب في كثير مع اوه يوم قلتوا يصير معي. حلوين لو كذا الوضع، انا فكرت قلت له خلاص لا يصير معي ويروح ينشب لهم. ها خيرك خيرك، ها تبي النص، تبي النص. ولا عنده جيش، ثواني ثواني خليني اخذ جيشه. صافي جيشين شباب، ما ينفع هيك طبعا، خليني احولهم معي. اوه في كثير في كثير في كثير. حولوا هذا معي، حول هذا معي كمان. تبونها كذا، حولوا معي مره ثانيه. شو عم نسوي طيب؟ يا الله هون عنده سبعه، انا ما كون جيش كبير منهم الصراحه، ما قد مهتم. بس عشان تفوز لازم. ولا شالوا دجاجتي، شالوا دجاجتي وشالوني شالوني شالوني. هرب 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 يا اخي، والله كثير هوايا ايش الموت. لا ماشي نزلت مرتبتنا دود. اي حاول لحق حاول لحق. جوار جوار جوار، مرتبتي الثانيه مرتبتي الثانيه ثاني، بالله عليكم ثاني كويس. هولي بيني وبين الجواهر، نايس جيم. ما ادري كنت الاول ولكن يا شباب هذا المخلوق اللي لحاله يشقني شق، كل واحد جايب جيش. اوكي انا ثاني ثاني حلوين ثاني حلوين يا شباب، شو استحوا رجع استحوا. او شكله وقف يطلع لي جولد من كثر ما لعبت. وصلت لحد، وصلت لحد الاقصى للجولد. لا لهالدرجه لعبت انا اليوم يا اخي. والله يا شباب تلعب وتضيع وقت وانت مالك حاسس، بس باقي اقدر العب المهمات اليوميه تحت، اقدر اجيب منهم ذهب. ولكن كمان هذا بيخلص له حد كل 24 ساعه بيتجدد. احلى مود بالنسبه لي لحد الان هو الدبل، لو طلعنا هلا الدبل يكون شكرا. الدبل رهيب، شوف الدبل فكرته كثير رهيبه. اي شخصيه بتجيبها حيطلع لك مرتين، زي هلا حنجيب بربريين كذا بالبدايه، حيشقوا الارض. بس شوف المشكله انه الصندوق كمان بيغلى سعره، فما بتجيبه انت ببلاش كانه شخصيه واحده وخلاص. ولكن حرفيا بتصير حرب اهليه يا شباب من كثر البشر اللي تصير. اوووو صار لنا بربريه كبير وبربريه على جنب، حلوين. تبونا فايت يلا، تبونا فايت هون. لا تهرب خلاص، لا تهرب لا تهرب خلاص. مرجل مرجل مرجل، اكل ميت مرجنون. ها ولا صار يجيك جوز زياده عادي، ما يهمك ما يهمك. انت لي انت لي، خلاص خلاص استسلم. ارحمني اهلك، وقف يا هيك من اول يا حليلك كيوت. كل ببلاش انزل لي، عندي جيش برابره. هولي دبل بول، لو يطلع لي كمان دبل مره ثانيه فبكون وضعنا حلو. احيانا شباب وانا عم بلعب يصير معي مشاكل زي انه
ما يطلع لي شخصيات ثاسي، يعني يكون عندي من كل واحد اثنين 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 وما اقدر اجيب الثالث، ويصير عندي شخصيات الارض بس ولا احد مكس، فوضعك كثير زباله انه ما بس عندك مكان وصير السرادي كثير غالي، لا تقدر لا تطور ولا تقدر تلعب. اوه ذي قدره جديده. ازازك بس ايش يصير؟ اوه شوف شوف صار فيها ايميل لعب. اوكي يعني خليها معي كان احسن بس اوكي عرفت ليش ويتش بروكن شباب؟ لهذا السبب. لهذا السبب الويتش بروكن باللعبه. صافي معركة هياكل صغير بتركم هناك بسحب عليهم. مش هيك نصير اصحاب. الموت ولا المزلي، الموت ولا المزلي ولا شق ولا شق. ارجعوا لك. معي بربريين عملاقين. يا الله يا شباب حدا يشيل الويتش. هل عندنا كم ويتش؟ شوف كم هيك لازم صار فيه. اوكي ساعة يا شباب نحن نقتلهم. مش كنا بيدمجوك بعد، يعني مو بس انه والله ضعف لا بيدمجوك. شيل ذا الاخ، شيل ذا الاخ. يلا يلا نقدر نقدر نقدر. الاخير الاخير الاخير. تعال خلاص تعال. موت تكفى موت تكفى موت. حلوين صار معنا مفتاح بعد. نايس 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 نايس. الجيم لانه اوه دبل ويتش. اوه دبل ويتش ماتوا هون. اخذت مفتاحهم بعد لازم الصندوق لازم الصندوق. هاي زي اذا كسرتها ايش يصير؟ اخذتها. هلا انا عندي بي. اوه صار عندي هذول يدوروا. انا حضر بالميد حضر بالميد. احد يجيني اقدر اشقه غيرك اقدر اخذ الجواهر. نايس انا الاول. هولي قول لي الفايت صار. قول لي الفايت صار. لا 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 لازم اموت لازم اموت لازم اموت. نو 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 نو. اوكي انا الاول. اخ كويس انه الثاني نقص جواهره كمان. يا اخي والله ازعاج اخر كم ثانية تخسر بس كويس لحالي حالنا. شوف انا شاد حيلي عدت ثلاثة انا طول الاول جيم اول فانا مستحيل الفوز. يجيك هطف اخر شيء بس يشيني وياخذ الفوز عيب. حلوين وصلنا للشلي نايس. شلي النسخة النادرة العادية فما عادي عادي. اوه ذا المود يا شباب عبارة انه الزون يسكر عليك بسرعة فلازم تحي حالك. حلو بالبداية انه عندنا بو انه بو بيعطي البوتة ذي كذا وان تاب. رعد ايش ذا الرعد؟ ذي قدرة جديدة بعد ما اعرفها. عادة انها السرعة خليها معي. لا قديش ممكن اصير سريع؟ تخيل يكون عندك بوت واوريدي يكون عندك سرعة بعد. فحبيت اصبر اصبر خليني استخدم الرعد. اوه الرعد طلعت مو هيك. انا استخدم مليون قدرة هون يا شباب. اوه في ذا في ذا. هذا اللي يعطيك جولد الارض. حلوين. لو اشيل البوت كمان. خلاص يا عم انا كنت عم بقتله من البداية تيجي تسرقوا لي قلة ادب. شري ثاني او اوه شري كبيرة ليتس جو. هاي بيبي جيرلز. كمان سوبر. ايش قاعد تسوي؟ ايش قاعد تسوي؟ انت مين؟ انت مين؟ انت نقرة. لو ما يهرب لو ما يهرب الخواف لو ما يهرب لو يتمرجل لو يتمرجل لو يتمرجل. اوب 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 تعال تعال عند دادي تعال عند دادي تعال عند دادي. اخذت كولت على السري بس لانه ابي الحق الزفتي. لا ماتت شخصياتي يا الله. وانا الحق اقسم لا تصير ذي كثير. اكون الحق احد فجاه الاقي نفسي انا الميت. والله لا كولت ولا اي احد يفيدني لازم يسرع. من ذا ايش في ديناصور؟ بدنا معجزه حق نفوز. حرفيا نبي معجزه حق نفوز. كل واحد بيسرق الجوهر تاني وبيمشي اوكي؟ لما طول هذا ينفجر لازم ينفجر واهرب فيه بعد. حينفجر حينفجر حينفجر. هولي اخذت انا الثالث انا الثالث. يا رب ضل الثالث يا رب ضل الثالث. لا 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 تنشب لا تنشب لا تنشب لا البي 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 لا تموت. يا كنت تبني يا نجمي. نشب خلاص هو فايز. هو يقول انه فاي بس لا انا ابي انشب. اسحب علي يا رجال انطم انطم. كان لو ميت البي نص الجواري وصلت الرابع. اوكي نايس نايس نايس. ها انجزنا المهمة بعد. حلوين صار عندنا ليفل اكثر وصلنا 10000 جولد اوكي. وصار عندنا هون اعتقد صار معي اشياء كويسة هون حق اجيب البطل اوكي. باقي لي 10 بس واجيب ال 40. لو لعبت اخر جيم انا بجيب اكسي اقدر اطور شخصياتي زي اطور البو او الشيري. او ذي ما اعرفها. اه بيكون في كثير قدرات قتلت بالارض او شيء زي هيك، اعتقد انه هيك الوضع. ولا كمية القناعة اللي قاعدة تصير، وهذا مش قمر هذا ديناصور. ما هي الأول لنا؟ ايش بيجينا؟ بيجينا ويتش كويسين. خليني هيل خليني ارمي بدفع بعد وخليني اجيب قنبلة. هولي نايس الهيل اجى بوته الهيل اجى بوته. معي السرعة الكافية عشان اهرب لوقت الجواهر. ارمي لهم قنبلة هيك هذول. حلوين خلاص هلا نهرب. قل لي مرجلي اقول لك ايش ما لي شغل. بس مش كأنه هذا موعده 50 فلو قتل احد حيوصل لي. يا رميت احد يا رميت احد هربوا منه. جيز نايس. بدي احس نفسي صرت برو بلاير باللعبه ما تصير في لها بطولات ابي اشد. اوكي بس مش كأنه الاول ما عملتوني في ذهب بس بدون جواهر اهم شيء حق عمر ذا الشيء تحت حق يعطوني جائزه راح يجيني اكسير. اوكي جاني اكسير للجريج. يا اخي ما ابي اطوي جريج اكره جريج. ليش صرف فلوسي على ذا الهطف؟
مين جاني اكسير لشخصيتين ما استخدمهم؟ الجوبلين والجريك ابو كلب اثنيناتهم. كيف اجيب اكسير؟ ابي اجيب اكسير زياده. ما عليه المتجر خلاص فلست، ما صرفت كل شيء اشياء اقدر اشتريها. ابي اجرب شيء، ابي اشتري ذي يا شباب. حاشتريها ما راح احطها بال اقدر اشتريهم بس تمام. اوكي اوه اوه ما نعطوني دجاجي، ولكن الدجاجي احيانا بتكون مفيده فبطورها. بس نايس والله نايس كثير. بعد كل كم يجيني؟ طيب كل كم كل كم كل كم؟ خلصنا المهام، اشتريت متجر، خلصت الذهب، اخلص عدد اليوم المهام اللي تحت بعد، بحيث اني اكون خلصت كل شيء كيوم اول بسكواد باستر. هنشوف اليوم السابع، ممكن يكون فيديو تاني انه اليوم الاول واليوم السابع كيف هتطور لعبنا، كيف هيكون حسابي من اليوم الاول واليوم السابع. فاشوفكم يا شباب، ممكن ما عندنا بسوس ولا اكشنات، ولكن احد لا ما في سكواد باستر. لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الفيديو بس. سي